هذه الأغنية الأسطورة المغربية الخالدة، فرحان باسترجاع الأقاليم الجنوبية بمسيرة سلمية، مسيرة الحضراء يوم 6 نوفمبر سنة 1975. وبعد قليل سأبث لكم فيديو عن الخطاب الملكي للمغفور له الملك الحسن الثاني، يدعو المغاربة الأحرار نساء ورجالا للانضمام والتطوع في مسيرتنا السلمية، مسيرة الخضراء لتحريرها من أيدي الإسبان. العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. مسيرة سلمية بدون سلاح بدون حرب، غادي نمشيو فيها بلا سلاح. خصنا نتفقوا على هادي، حنا ما تنحربوش وما يمكنناش نحاربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب دخول، ما تنحاربوش اسبانيا. وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحاربوش اسبانيا، وما شهرين نمشي عليها الحرب، وانه فيما اذا ماتت روح مغربيه او هلك مغربي واحد راهي مسؤوله به امام الراي العام ديالها والراي العام المغربي والراي العام العالمي. وكان نداء جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني للمشاركة في المسيرة الخضراء نداء تطوعيا وليس إجباريا. المسألة غادي تركب وهذه المسيرة غادي تصوب. أعطينا أوامرنا إلى جميع العمال في الأقاليم باش ابتداء من غدا يفتحوا المكاتب نتاع التطوع للرجال والنساء، وسوف أكون من الأولين الذين سيضعون اسمهم في سجل المتطوعين، فكما أنني أفتخر بأنني عندي ورقة ناخب، سأفتخر بأن تكون عندي بطاقة مسجل للتطوع للمسيرة لاسترجاع الصحراء. ويختم الملك المغفور له الحسن الثاني في خطابه عن مسيرة الخضراء عن صدق النية بحديث نبوي شريف، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح به الإمام البخاري باب الإيمان، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شعبي العزيز، من يجعل من هذه المسيرة هجرتنا إلى الله ورسوله، ونصل الرحم ونسترجع الأرض ولنبني سيرنا ومسيرتنا وخطواتنا ولنبنيها على إيماننا بالله واتكالنا عليه وعلمنا أنه سبحانه وتعالى لم يعودنا منه إلا الجميل. فإذا كان في بعض الأحيان ذا جلال، فلم يكن ذا جلال إلا ليعطينا دروسا ويلقي لنا حكمة، ولكن كان سبحانه وتعالى دائما ذا جمال، وما عودنا إلى الجمال وما عودنا إلى الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.